اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده فسفوريه ولكن بفكر طهوي لطيف وجميل وغير مكلف. دايما الفكر ما بيكلفناش فلوس، بيكلفنا ان احنا بنحب المطبخ، بنحب شغلنا، فبنبدع في شغلنا ونفكر فيه كويس. احنا عايزين نوصل العباره دي حتى في المطبخ. المطبخ النهارده معانا شويه كابوريا، معانا سمكة الدراك وزنها صغير تقريبا 600 جرام 500 جرام لسه بيبي، يعني الدراك او الكنعد بيسموه في الخليج، ومعانا شوية جمبري بالقشر زي الفل، يعني اللي بيعمل 30 او 20 حبة في الكيلو يعني او 15 حبة. هتعمل ايه يا شيف بالمشتريات بتاعتك دي او بحلقة السمك اللي معاك النهارده؟ جاي على بالي النهارده نعمل حلة كبسة لطيفة وحلوة ونشوف ازاي نقدر نعمل السمك الكنعد في اكله مشهوره جدا في الخليج اسمها المشخول، بيعملوها اخواننا في اليمن وفي الخليج، او الكبسه بسمك الكنعد الدراك. هنعملها النهارده مع بعض، ولكن هنخلي السمكه سليمه ونحشيها تتبيله كده لطيفه وحلوه هتعجبكم ان شاء الله. وحاجه جديده معانا كابوريا نتي لطيفه وزنها تقيل، الكابوريا محمله يعني فيها لحم من جوه من قلاشي، هنعملها صينيه صياديه. يعني ايه صينيه صياديه؟ تفاصيلها هنشوفها ان شاء الله في الحلقه بعد ما نقدم الحلقه بتاعتنا. معانا كمان جمبري قشر. الجمبري ده يا عم الشيف هتعمل فيه ايه؟ انا القرع العسل بتاعنا هنا المعروف في مصر بنمشي على الطرق كده بيعجبنا شكله وشكله اللطيف الحلو، فانا جبت حبايه قرع حلوه كده بالشكل ده كده. هعمل القرع الجمبري جوه حبايه القرع ديت، وبعد كده نصطاد الجمبري من قلبيها. فكره جديده يعني. القرع ده بثلاثه تعريفه يعني، اللي عند الراجل الفكهاني محدش عايز يشتريه بصراحه، وانا اخدت شويه حاجات من عنده في الاخر عجبني دي، قال لي خدها مش هدفع ثمنها، فاتبسطت قوي على فكره يعني. دي ببلاش ولكن قيمتها الغذائيه بجد والله العظيم تعلو قمه الهرم. القرع العسل ده مفيد جدا، هو اليقطين، فخلونا نستفيد بيه حتى لو هنعمل جمبري. هنشوف هنعملها ازاي الفكره اللطيفه الحلوه، هتعجبكم ان شاء الله لو جبت نص كيلو جمبري مش كل يوم تعمليه صياديه وكل يوم تعمليه مقلي او مشوي. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل بافكار طهويه وفكر طهوي لطيف وأكلة سمك النهاردة ما حصلتش، وعلشان إحنا بنحبكم بنعيد الحالة دي يوم الجمعة من كل أسبوع. أو تروحوا بيت تابعوني بعد الفصل. وعلى ما تستوي تعالى مع بعض مخرجنا الجميل نشوف إيه تفاصيل العصير الحلو اللي هعمله النهاردة. عصير بيساعد على الهضم، عصير قيمته الغذائية عالية جدا، فيتامين سي، فراولة من خير أرضنا بنصدرها للدنيا كلها بسم الله ما شاء الله. الفراولة السنة دي حلوة قوي، بروح عند الفكهاني بلاقيها زي الذرة مرمية في كل حتة، بجيب شوية فراولة حلوين بيتغسلوا ويتغسلوا كويس عشان الرملة والترابة. ومعانا عصير برتقان، بناخد عصير البرتقان في قلب الخلاط مع الفراولة، بتحط سكر تحط عسل، القرار قرارك، ولكن لو عايزة تسمعي كلامي ما تحطيش لا ده ولا ده، اكتفي بالسكريات اللي موجودة في الفراولة والسكريات اللي موجودة في عصير البرتقال. حلو الكلام؟ هنعمل العصير على الحاجة ما تطلع من النار واحنا شغالين. انا بنزل بالفراولة كده على عصير البرتقال، كل ده يا عم الشيف بينضرب في قلبي الخلاط، واسيب دول ازين بيهم الكاسات اللي هغرف فيها. حلو الكلام؟ وانا حطيت للأمانة شوية سكر صغيرين عشان الأطفال الحلوين والمزازة والحمودة بتاعة الفراولة. خلص الكلام، اللهم صل على النبي. شويه عصير، ودايما انا بنصح اذا بتعملي اكله سمك حلوه بتعملي اكل حلو زي اللي انا عامله ده كده، يفضل العصير الطازه. زي احنا عندنا الفواكه وعندنا الحاجات موجوده والحمد لله، بنجيب شويه فواكه صغيرين كده نضرب معاهم بقى ميه مسلجه. في فواكه بتستدعي تحط معاها حليب زي الموز، اللهم صل على النبي. بتعمل ايه يا شيف؟ مفيش حاجه، فاضي، ربنا مبارك في الوقت. والسي فود كده كده ما بياخدش وقت كبير في المطبخ، ما
بس اهم حاجه تكوني فاهمه انت بتعملي ايه. سلايس برتقال كده وحطيته، حطيت فراوله عشان الاولاد لما يجوا من بره يعرفوا ان العصير ده يحتوي على فراوله وبرتقال. رؤيه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.